دكتور سالم الحارثي استشاري الجراحة العامة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. طبعا مدينة الشيخ شخبوط الطبية مشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من هيئة الصحة في أبو ظبي، وشاركت مدينة الشيخ شخبوط الطبية بعدد من أوراق العمل التي قدمت على مدار يومين أمس واليوم، وإن شاء الله عندنا ورقة عمل قادمة بقدمها عن التطوير والتجديد في المجال الطبي، وسنقدم خبرة مدينة الشخبوط الطبية، ونحن هنا طبعا للاستفادة من خبرات الآخرين خصوصا أخواننا في الدول العربية، ونقل خبرات أبو ظبي خصوصا ودولة الإمارات العربية عموما، والمشاركة في هذا المحفل الطبي الهام الذي يقام على أرض أبو ظبي للمرة الأولى كما أسلفنا.